عليكم، معكم زهور. كي دايرين؟ لاباس عليكم يا ولا لجاتي وجبت معايا الجديد اليوم. كذلك البنات، بغا خيتي تنقصي، بغا تحيدي خيتي تحرقي الدهون، ولا جبت لك الوصفه تعاونك وما تعاونش على 100%. ودني منك هادشي غير باش يعاونك باش تشربي الماء وتنقي الجسم ديالك من السموم. وباش نكمل لكم شنو غادي ديروا بها، شنو هي الوصفه، ونعطيكم نصائح. غنخليكم مع الطريق مع المكونات والطريقه ديال التحضير، ومن بعد نعطيكم بعض النصائح. يلا نمشيو، علي جو. هو انا جيت لكم دابا غادي ندوزو نعطيكم شنو هما المقادير اللي غنحتاجو لهذا المشروب ديال الديتوكس. غنحتاجو الليمون، غادي نحتاجو الكليمونتين الصغيور، هذا الليمون البرتقال الكبير والصغير. غادي نحتاجو حامضه، الليمون هو هذا الليمون مهبول الحامض كنقولوا حنا، النعناع. غادي نحتاج شي 4 ولا 5 الوريقات ديال النعناع، يكون هذا الشيء مغسول مزيان البنات. القرفه عويد صافي، كنشد كنولي نقطع. هاد الوصفه هادي كنقطع مدويورات على حسب كل وحده وش الشكل اللي بغات تقطع. كنخلي بالجلوف ديالهم حيت غسلته مزيان، خليته بالقشور لان حتى القشور عنده واحد الفوائد كبيره. كنعرفوا البنات هاد الديتوكس عامر فيتامين سي وحنا محتاجينه في هاد الفتره ديال البرد. ثاني حاجه كيساعدنا في الحرق الدهون، وكيف كنعرفوا البنات انه هاد الديتوكس هذا غادي يخليكم يعني كينقي لنا الجسم من السموم. كنتمنى انكم تتبعوا النصائح اللي غنعطيكم على هاد الديتوكس هذا، وغادي يساعدكم بزاف البنات. ودابا تشوفوا ان شاء الله غتحسوا بواحد التغيير في الجسم ديالكم. البنات اللي غيقول لي الا جاتها لا دياري ولا شي حاجه، فكنقول لك تقطعيه وتعاودي ديريه من بعد. يلا نخليكم تتيمه ديال الفيديو وتشوفوا الطريقه كيفاش غادي نحضروا. السلام عليكم. المهم البنات دابا خديت الليمون قطعته طريفات، غناخذ دابا القرعه. غادي نشد هذه، دابا جاتني شويه كبيره، قطعتها على النص، وغادي نبقى ندير نكمل المرحله حتى الاخير بحال هكا. كما قلت لكم هاد الديتوكس البنات كنصح به البنات اللي بغاو يساعدوا في انقاص الوزن، سيرتو في هاد لابيريود هادي، كذلك لتقويه المناعه لانه عامر بالفيتامين سي. ودرت لكم علاش درت لكم القرفه، لان القرفه كتساعدنا في حرق الدهون. لكن البنات انا ما كنصحش به النساء الحوامل، ما كنصحش به النساء اللي عندهم امراض السكر او الامراض المزمنه. ثاني حاجه كنبغي نقول لكم ان دائما المشروبات اللي كندير انا عارفاهم، متاكده منهم 100% لانهم مكونات طبيعيه، ما تخافوا حتى من شي حاجه. غير حاجه اللي نقولها لكم البنات، وهي انكم الله يعطيكم الستر، حاولوا انكم تعاونوا ريوسكم بالرياضه. الطريقه اللي كيتشرب بها هذا المشروب هذا، فكيتشرب من تقريبا كل ساعه كناخذوا كاس، كنديروا اطرو البنات. انا غادي من بعد نوريكم شحال غادي نديروا ديال الماء. دابا ملي قطعت هذا الشيء كله شفتوا، درت كل شيء في سميتو في القرعه. دابا خديت النعناع، انا درت النعناع دابا، تيجي حتى واحد المنيضر زويون بزاف. كناخذ العود ديال القرفه كنحطو فوقه الماء. البنات كيكون فاتر، يعني ماشي سخون ماشي بارد، ما يكونش داك السخون وما يكونش داك البارد. صافي كناخذ اطر ديال الماء. شفتوا انا ما غاديش نعمر القرعه حتى الفوق، ما غاديش. شفتوا انا غادي نحبس دابا صافي، وكنخليه نغطيه ونخليه واحد المده. نقولوا حنا نخليه ليله كامله ونبداو نشربوه الصباح ان شاء الله. نبقاو نشربوا واحد الكاس على الريق كل ساعه، نبقى نحسب كل ساعه فيما رجاني العطش كنمشي نشرب كويس من هاد القرعه هذه. وهذه البنات ما كتبقاش، خاصكم تكملوها في نهاركم. هذا هو الكوراج اللي درت لكم انها تبقى تتكمل في النهار ديالها.